احنا داخلين دلوقتي على الغرفة الشريفة المباركة اللي فيها محتوى. ثانية واحدة بقى ثانية. سيد احمد البدوي رضي الله عنه وارضاه. ايه الريحة الحلوة دي؟ هي كده. ريحة الملابس بتاع سيد احمد. افتح الدولاب ده. افتح التانية. ايوه خد كده عشان الريحة تكثر اكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ديت العباءتين بتاع سيد احمد البدوي رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيلبسهم. دي عباءة شتوية وده عباءة صيفية. لو شمت هنا بتشم ريحة العرق بتاع سيد احمد البدوي لانها ما بنغسلهمش. هي كده بس.